تخطى الهجوم الإيراني حدود إسرائيل ووصل إلى نيويورك ليطال تأثيره تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق الذي من المقرر أن يتواجد في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماع في الأمم المتحدة. وفي التفاصيل، كشف مصدر مطلع لشبكة CNN أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقيد تحركات عبد اللهيان، حيث أن سفره سيقتصر على 7 بنايات من الشمال إلى الجنوب. أما الوصول إلى مطار جون إف كينيدي الدولي فسيتم أيضاً عبر استخدام طريق قيادة محدد. بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة أكدت أنه لم يتم إخطار بلادها بأي قيود جديدة إضافية، ولكنها ذكرت أن تحركات عبد اللهيان والوفد الإيراني بما في ذلك دبلوماسيين من البعثة كانت دائماً مقيدة بدائرة نصف قطرها 25 ميلاً تحيط بمقر الأمم المتحدة في منهاتن. وأحيا الرد الإيراني على إسرائيل ملف العقوبات الأمريكية، حيث أكدت واشنطن عزمها فرض عقوبات جديدة تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وكيانات تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية خلال الأيام المقبلة، وهو ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالين أن تصرفات إيران تهدد استقرار المنطقة ويمكن أن تتسبب في تداعيات اقتصادية. The attack by Iran and its proxies underscores the importance of Treasury's work to use our economic tools to counter Iran's malign activity. وتأتي الإجراءات الأمريكية هذه في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي للعمل على مقترح قدمته بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لتوسيع نطاق العقوبات على إيران رداً على هجومها على إسرائيل. We will increase our outreach with the key partners in the region, and some member states propose the adoption of expand the restrictive measures against Iran. ودعمت ألمانيا وفرنسا وعدة دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي المقترح بشكل علني.